تحبي تاخدي جولة في الشركة بالمرة؟ لا مش النهارده بقى، ما تتعبش نفسك يا خالي. متشكره قوي، اتفضل. السلام يا روحي. الله يسلمك. مع السلامه. اتفضل اتفضل. ميرسي يا خالي. الو. ايوه مشهور بيه. انا جاهز يا فندم، جاهز. نعم، مش دلوقتي حالا. طيب يا فندم، طيب. خلاص يا فندم، خلاص. خير يا فندم، متشكر. صباح الخير ست هاني. تفضل يا فندم، تفضل. اقفل الباب. تفضل يا فندم، تفضل. تعال اقعد على المكتب. ما صحش يا فندم. قلت لك اقعد. كنت بحضر لحضرتك اللي قالوا لك عليه. مين دول حضرتك بتقصدي مين بالظبط يا فندم؟ اللي جابوك ليا. مش فاهم قصد حضرتك ايه بالظبط. وعايز تفهم؟ يا ريت. انت كنت قلت لي اسمك ايه؟ مرزوق ابو الحسن يا فندم، بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه بدرجه جيد جدا مع مرتبه الشرف، ومعايا ماجستير وبحضر للدكتوراه يا فندم. وموضوع الماجستير بتاعك عن ايه يا مرزوق؟ عن اليات السوق يا فندم. اليات السوق، كويس قوي. انت شغال في مكتب هواري بيه ابو الناجه مش كده؟ لا لا. ايوه يا فندم. لا يعني انت مش شغال في مكتب الهواري زي ما قالي مشهور بيه؟ هو حضرتك سألتيني وانا جاوبت بالحق يا فندم. امال شغال فين؟ في مكتب ابو الحديد. ايوه يا فندم. وهو اللي جابك لخالي؟ ايوه يا فندم. امال ايه بقى حكايه الهواري دي؟ منظر منظر. يعني انت مشترك معاهم في عملية نصب؟ والله صدقيني صدقيني يا فندم، أنا حاولت كتير قوي إن أنا أهرب، لكن ما قدرتش. ليه ما قدرتش؟ هو ساعدتك بعد ما أخدت البكالوريوس والماجستير، فضلت كتير قوي من غير شغل، ولما اشتغلت بملاليم. وإيه بقى، مرة في طابونة في سوبر ماركت كانت حديد، لحد ما لقتك أبو الحديد. كنت محتاج ان انا الاقي شغلتي يا فندم. محاسب يا فندم، مش كاتب في طابونه. وانت شايف انك كده محاسب بيحترم الشهاده بتاعته؟ انت شايف انك بقيمتك يا استاذ؟ لا يا فندم. ومعترف انك زورت في البيانات اللي تخصني دي باوامر من دكتور ابو الحديد شخصيا يا فندم، عشان افضل هنا بقى كده. ايوه كده يا فندم. بس يا فندم، انا حاولت كتير قوي ان اسيب هنا وادور على اي شغل، اي شغلانه يا فندم. المهم ان انا اكمل الدكتوراه باي تم، حتى لو كان التمر رميتك في السكه.